السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد سعيد من قناة تأسيس بدون تعقيد إن شاء الله النهاردة أنا هقرأ القصة ديت وهنشوف بعض قواعد النطق شوية وهنشوف عليها أسئلة يعني النص ده أو الفيديو ده مهم لأي حد مخلص فونيكس وحابب يقرأ دي حاجة الحاجة التانية للطفل هو في رابعة أو تالتة عند قطعة وهو في تحت هنا أسئلة من خلال فهم الطفل القطعة يجاوب عليها تعالي أول نقرأ القصة الكص اسمها break fast read and read the text هقرأها بسرعة وبعد كده هنقرأها واحدة واحدة Hi I'm Bidder وبعد كده هترجمها إن شاء الله <coughs> Hi I'm Bidder Swanton and I live in Newcastle with my parents and our lovely cat busy We live in a very big flat on the second floor My room is not big but it's very comfortable for me i like to spend my time here playing computer games or reading books i like a lot of things but i don't i don't like mornings i don't like to get very very early in the morning it's difficult for me but let me tell you one story one morning my mom called me for breakfast i was rather sleepy but, but i took a quick shower combed my hair and appeared in the kitchen the table was already laid and i saw that awful porridge. cooked for me I, I hated that porridge. i ate the fruit salad drank a glass of milk but I didn't I didn't ده في هنا تكملة النص طيب نرجع تاني من أول نص من هنا أيوه شايف النقطة ديت من هنا كده من هنا كده السطر ده هنا I hate هنا كده باين طبعا I hated the porridge I couldn't eat it at all I ate the fruit salad drank a glass of water a glass of milk but but I did I didn't want to eat the porridge when my mom went out of the kitchen i quickly opened the window and threw the porridge out of the window when my mom returned she saw that there was no porridge on my plate she was blessed pledged and i was happy suddenly somebody knocked at the door when my mom Open the door, she saw a woman with that porridge on her head. My mom understood everything. She apologized and helped that woman to clean her hair. I was awfully ashamed. Of course, my mom punished me, but now I eat this porridge without any words. Hi, I am Bider انا اسمي بيدر ساونتون ده اسمه اي اند اي ليف ان نيوكاسل انا بقى عايش في مدينه نيوكاسل في انجلترا وذ ماي بيرنتس مع والدي اند اور لافلي كات بيزي مع قطتنا الجميله او اللي بيزي وي ليف ان ا فيري بيج فلات احنا بنعيش في شقه كبيره جدا on ذا second floor في الطابق الثاني ماي روم از نوت بيج قطتي مش كبيره بس لكن اتس فيري كومفورتابل for me لكنها مريحة جدا بالنسبة لي I like to spend my time here playing computer games or reading books أنا بحب أقضي وقتي في لعب الكمبيوتر games وكمان أقرأ كتب I like a lot of things أنا بحب أشياء عديدة but I didn't like morning أنا بحب حاجات كتيرة جدا بس ما بحبش الإيه يعني كلمة morning يعني الصباح جمعها الصباحات يعني ما بحبش الصبح كل يوم I don't like to get very early in the morning. أنا ما بحبش أصحى بدري جدا. It's difficult for me. إنه صعب بالنسبة لي. But لكن let me أو let me اسمح لي tell you one story. أخبرك قصة واحدة. On the morning, on morning في الصباح, my mom called me for breakfast. يعني هتبقى الجملة كلها في الموضع فكرة called تصريف تاني من call دعتني عشان أفطر. I was rather sleepy but I took a quick shower. أنا يعني كنت يعني مش فايق معناها كده راذر سليبي يعني كنت مش فايق بس انا خدت شاور سريع كومد ماي هير سرحت شعري اند ابيرد ان ذا كيتشن وظهرت دخلت المطبخ يعني ذا تيبل ووز اوريدي الاكل او الط الط الطاوله بتاعت الاكل جاهزه جدا ليد اند اي سو ذات اوفل بورج كلمه اوفل معناها لما اجي اوصف حاجه سيء اللي هي فيري باد بس هم ما بيستخدموش هناك فيري ايه فيري باد طب كلمه بورج يعني ايه انا اول مره تقابلني بعمل ايه بروح ماشي تمام هطلع من هنا واروح على القاموس واشوف كلمة برج اسمها ايه بقول لي كلمة برج معناها عصيدة معناها عصيدة شوف البحث نشوف نطقها again برج عصيدة او فريد او حساء من الشعير فهو ما بيحبش الاكلة دي نرجع تاني تمام وصلنا في اه اوفل ذا اوفل 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 اوفل, أوفل, أوفل, أوفل. awful with with that yes this اهي اوفل لما اجي اوصف حاجه بسيء that's awful سيء جدا برج cooked for me ماما طبخت لي عصيده فين ليا فطار I hate I hate انا كرهت that bridge هذه العصيده او هذا الاكل يعني نوع معين تمام I want I couldn't eat it at all انا ما ماقدرتش اكله كله يعني دوب حتة منه وخلاص. I ate the fruit salad. أنا اكلت سلط الفواكه سلطة الفواكه عليها. I drank a glass of milk. وشربت صرف التاني من drink, Drank درانك وشربت كوبايه uh, uh, كوبات لبن. But لكن I didn't want to eat the porridge أنا ما أكل أكله ليه؟ الأكل اليوم عملي ده العصيدي. When my mom went out of the kitchen عندما ماما خرجت خرجت من الم من ال من المط مطبخ. I quickly opened the window فتحت الشباك and threw صرف التاني من Throw through. the bridge out of the window. ورميت العصيدة من فين من الشباك. When my mom returned. لما مارجت، she saw that there was no bridge. ما لقتش أي حاجة خالص من العصيدات. On my plate. في طبعي She was blessed. هي فرحت جداً. And I was happy. وهي كانت سعيد وأنا كنت سعيد. Suddenly فجأة somebody knocked. كلمة نوك knock يعني يطرق على الباب. <applause> my uh, somebody knocked at the door. شخص خبط على الباب يعني. When my mom opened لما ماما فتحت the door the door she saw woman with that bridge on her head لقيت واحدة واقفة على الباب والعصيدة دي فوق شعرها من فوق My mom understood ماما فهمت everything كل شيء ان انا ربيت يعني من الشباك وقع راسها she apologized and helped that woman to clean her هي اعتذرت بالنيابة عني يعني وساعدتها عشان تنظف شعرها من الايه العصيدة I was awfully ashamed أنا أنا حاسس بالعار كلمة شيم معناها عار تمام يعني أنا كنت حاسس بالعار وقتها دلوقتي Of course بالطبع my mom punished me عاقبتني but لكن now I eat the porridge without any words أنا دلوقتي قاعد باكل العصيدة بدون without any words من غير أي كلمة وأنا مكتوم يعني ما أقدرش مش ليا يعني إن أنا إيه أتكلم طبعا هي choose ذا correct أنسر

eat a bridge. طبعا فولتس هو ما بحبش he threw the bridge out of the window yes بدر was punished بدر عقب صح طبعا answer the question what is the, the boy's name اسمه ايه بدر what does he live uh, with me uh, live with بيعيش مع مين شوف القطعة فوق what city does he live بيعيش فين في نيوكاسل قلنا does he live in the big flat هل هو يعيش في شقة كبيرة شوف بقى القطعة فوق تقول yes he is ولا no he doesn't What does he like to do in his room? هو بحب يعمل ايه يطلع بوقف في القطعة بيحب يلعب كمبيوتر ايه القصص Does he like morning? هل هو يحب الصباح او الصباحات عامةً؟ What does he like to eat? هو بيحب ايه عشان يأكله What does he hate to eat? هو بيكره ايه يأكله هو بيحب السلطة وبيحب ال 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 السلطة الفواكه واللبن لكن ما بحبش الايه العصيدة Where did he throw the the uh, 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 bridge? هو رمى التعفين او ذا ايه The window. Why was Peter punished? لماذا عوقب؟ Cause he threw the bridge from the window and it fell on the head of the, uh, uh, the woman head. Okay ده كل الموضوع ممكن تاخد سكرين شوت وتخلي ابنك يقراها كويس ويسمع الفيديو ده هيفرق جدا جدا معاه. اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.